تحديات صعبة زي ما حضراتكم متابعين، وطبعا خلال شهر ديسمبر تحديدا، نظرا لخوضه طبعا العديد من المباريات القوية في مختلف البطولات، ما بين بنتكلم دوري أبطال طبعا إفريقيا وكأس العالم للأندية. هنتكلم في كل ده مع ضيفنا العزيز جدا كابتن جمال السيد نجم الأهلي السابق. صباح الهنا. صباح الخير. صباح الهنا يا كابتن. أهلا بيك. نورنا كابتن جمال، أخبارك إيه؟ ربنا يخليك. كله تمام؟ الحمد لله كله كويس. تعالى نبتدي بدوري أبطال إفريقيا، وإحنا خلاص خلصنا جولتين في مرحلة المجموعات. تمام. وشفت الماتشين اللي فاتوا ازاي، يانج افريكانز ومن قبليه طبعا ميدياما، وهل حسيت ان في حاجه اختلفت في ماتش يانج افريكانز عن ماتش ميدياما؟ طبعا ما فيش شك، طبعا ماتش ميدياما الفرق والاختلاف اللي حصل ان احنا سجلنا 3 اهداف من مجموعه كبيره برضو من الفرص، يعني فرص تعدي مثلا عدد كبير، ولكن مباراه يانج افريكانز سجلنا هدف واحد برضو من عدد كبير من الفرص، ودي اعتقد اللي لازم يلاقي لها حل مستر كولر في الفتره اللي جايه دي، موضوع ضياع الفرص، ولكن صناعتها احنا فعلا بنصنع فرص كتير. ممكن تكون الناس زعلانه، الناس حزينه شويه للنتائج، للتعادلات، ال3 تعادلات الاخرين من 6 مباريات طبعا كتير على النادي الاهلي، ما بين دوري وما بين بطوله افريقيا طبعا. التعادلات دي معناها نزيف نقاط. بالظبط، مفيش شك طبعا، بس هي محتاجه تركيز شويه من المهاجمين، انما احنا فعلا بنصنع فرص، يعني في اداء بيبقى يوصل لمستوى جيد، مش اداء ضعيف ان احنا ما بنكسبش او تعادل ومفيش اداء جيد، لا، يعني احنا بنقارب جدا من المستوى الجيد، ولكن الفرص، ضياع الفرص السهله دي اللي محتاجه تركيز شويه من المهاجمين، نشتغل على المرمى شويه، نشتغل تخصصي كتير في التدريبات اللي جايه، اللعيبه لازم تاخد تبقى عندها ثقة في نفسها أكتر من كده، لأن ضياع الفرص ممكن أوقات نسبيا بيفقد الثقة في اللعيب أو بيخليه قلقان لما بيجي له فرصة أو اتنين. هي ضياع الفرص عشان ما عندناش ثقة في نفسنا، ولا عشان الثقة زايدة؟ لا معلش، في حالتنا احنا، في حالتنا احنا، لا في حالتنا، في حالتنا في الحالة دي دلوقتي بتبقى عدم تركيز بنسبة كبيرة، ولكن برضو مع الوقت لما بتحصل تكرار ممكن بفقد الثقه شويه، مش بفقدها، بتقل ثقتي. طب ما انا دي نقطه عندي بقى لها 3 مواسم لحد دلوقتي تقريبا. لا مش 3 مواسم، 3 مواسم اقدر احسبها. كانت لو مع موسيمان يا فندم، وبعد كده اتكررت مع كولر الموسم اللي فات وموجوده دلوقتي. بس في فرق، موسيمان كنا بنكسب بطولات، ما كناش بنخسر، لو حتى كنا بنسجل. طب ما احنا مع كولر كسبنا برضو بطولات، بس هي موجوده. كسبنا بطولات، بس احنا في الاخر عندنا برضو محسوب ان احنا خسرنا بطولتين، الدوري الافريقي وكاس السوبر، فدول برضو بتحصل لنا فيهم مشاكل شوية. انت بمجرد فقدان بطولة لجماهير النادي الاهلي دي بتبقى صدمة كبيرة، وده اللي حصل في الوقت الحالي، انما ايام موسيماني لو عملنا سكاونتنج بسيط هتلاقينا ما فقدناش بطولات كتير او حاجات بسيطة قوي، انما معظم البطولات كنا بنحصل عليها وبنسجل، بنسجل وبنضيع كتير، بس بنسجل وبناخد النقط. طب احنا ايه اللي وصلنا للحاله دي من عدم التركيز اللي فيه استدامه؟ يعني المشكله مش في عدم التركيز، المشكله في استدامته واستمراريته. زائد ان بقينا مؤخرا، والمصطلح ده بقى بيتقال كتير، فكره تجديد الدوافع، تجديد الدوافع. هو لعيب لابس تيشيرت النادي الاهلي محتاج حد كل فتره والتانيه مطلقا يزغده وكده بدافع جديد؟ لا خالص خالص، الدوافع على طول متجدده في النادي الاهلي، وبنعرف احنا نعملها كويس قوي كاداره، كجهاز فني، اللعيبه نفسهم، ولكن في سياق ان انت يعني بطولتين في فتره قصيره قوي تخسرهم مع تعادلين في الدوري مع الجماهير برضه عامله ستريس جامد على اللعيبه والجهاز الفني، فدي برضه بتسيب، يعني بتعمل اثر سلبي شويه. بس ده برضه على مدار تاريخ النادي الاهلي كله، يعني اللي انا عايز اقوله مش حاجات جديده يعني او مفاجاه. مش مفاجاه، ولكن بتاخد لها فترات، انما الفتره دي انا اللي بتحكم فيها، لو انا ما اتحكمتش فيها بشكل جيد كنادي اهلي، بمعنى ان هي ما تطولش معايا، فكانت غالبا بتحصل ولكن فتره قصيره وبنقدر نقوم تاني، انما دلوقتي الوقت المفروض ان احنا فعلا نتغلب عليها. ليه؟ احنا داخلين على كاس عالم الانديه، وداخل بعد كده على كاس السوبر المصري للابطال بنظامه الجديد وشكله الجديد في الامارات، فدخل على بطولتين في فترات قصيره تتحسب لك بشكل كويس. ممكن اسالك سؤال معلش على اللقطه اللي احنا شايفينها دي دلوقتي؟ رجعوا يا جماعه اللقطه بليز. احنا شايفين اللعيبه وهي في الطياره، رجعوا اللقطه. ايوه شوف هنا المشهد ايه، ان كله ماسك الموبايلات بتاعته. وقتكم بقى يعني خليني اعرف منك كابتن جمال، كنتوا بتعملوا ايه بقى وانتم مسافرين؟ يعني ما كانش في موبايلات بقى وقتها، كنتوا بتقعدوا تعملوا ايه في الفترات اللي هي في الداد دي، او يعني جرايد بقى؟ بس في جرايد. ايوه يعني عايز اعرف طبعا فارق برضو زمني مختلف. لا طبعا يعني فارق زمني رهيب، فارق كبير. يعني دلوقتي في موبايلات، في وسيله تسليم، احنا كانت حتى الفترات الطويله اللي بنعمل غالبا طبعا كان الحمد لله، يعني معظمها بتبقى قرايه قران، بنقرا قران
وقرايه الجرايد زي ما قال كريم. واللعيب الروش زي ما قال ووكمان. ده اللي بالظبط ده اللي هو ده اللعيب اللي هو يعني مكسر الدنيا. فما كانش طبعا الوسيله دلوقتي الموبايلات بتكسر وقت الملل بشكل كبير قوي. بس سؤال حلو سؤال جميل يعني. طبعا فرق كبير، احنا بنتكلم في 30 سنه ولا حاجه، كان 93 94 في التسعينيات. ولكن طبعا الفروق طبعا دلوقتي بقى الاعلام والميديا وحاجات كتير جدا. المستجدات دي بقى افادت ولا اضرت؟ يعني نتج عنها بقينا نشوف مواهب استثنائيه بالمقرب زمان، ولا وانا من الناس اللي شايفه كده ان زمان كان الوضع غير؟ لا الوضع غير خالص زمان. زمان اعتقد ان احنا كنا بالنسبه للكوره كان التركيز فيها بشكل كبير قوي قوي، لان احنا الـ 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 الموبايلات دي افه، ما كنتش تقدر تسيطر عليها. ان هي بتربطك بالعالم، وممكن واحد مثلا يكون بيشوف اهداف، بيشوف ماتشات اوروبيه رهيبه بتفيده كلاعب او كمدرب. صحيح. او بشكل او باخر، هو اي حاجه ما بتعرفش تسيطر عليها بيبقى زي المخدر. لازم اي حاجه في الحياه تعرف تسيطر عليها، اعرف امتى استغنى وقت ما انا عايز، غير كده هيبقى مخدر يعني. طبعا ما... مشكله كبيره، مضيعه للوقت رهيبه، غير ان هي بتفقدك تركيزك، بتديك تركيز بشكل كبير جدا، غير انها طبعا بقى بتعمل طبعا المؤثرات اللي هي اللي ممكن تاثر على العين مستقبلا كتير جدا، حاجات كتيره جدا وبتاثر على فقرات. انا لسه كان معايا صديق دكتور فعلا قال لي خلي بالك بتاثر على فقرات الرقبه بشكل رهيب. رهيب. القعده مجرد القعده كده انت ممكن بعد كده مستقبلا تحس بالم في فقرات الرقبه. صحيح. فدايما الناس ما تطولش قوي. هي طبعا فيها ميزه بتربطك بالعالم، احداث جديده، احداث كانت سياسيه او رياضيه او ثقافيه. هو ديبيندز الواحد بيتفرج على ايه برضو يعني. في ناس بتضيع وقتها فعلا، في ناس لا يعني بتقرا اخبار او حاجه، بس برضو لازم بليمت معينه انت فاهم بالظبط، لازم اتحكم فيها بشكل او باخر. طيب خلينا بقى نرجع للي جاي، الفتره اللي جايه. سيبك من الجولتين اللي فاتوا، تعالى نتكلم بقى على شباب بلوزداد والماتش المرتقب يوم الجمعه الجاي باذن الله. واحنا كده كده طبعا بطبيعه الحال ولما ربنا يكرمنا ونصعد للمرحله اللاحقه هنقابل ناس اتقل بكتير من اللي قابلناهم قبل كده. بس تعالى نبتدي بشباب بلوزداد، وشايف اللقاء ده هيكون ماشي ازاي؟ مفيش شك اللقاء صعب، لقاءات شمال افريقيا كلها صعبه، ولو ان انا برضو ما بخش حق ميدياما ويانج افريكانز. فرقتين كويسين جدا، متطورين بشكل رهيب. يعني فرقه يانج افريكانز كانت معانا يعني ند بالنسبه للنادي الاهلي، بدليل ان هم رجعوا للمباراه في الدقيقه 92، احنا سجلنا في الدقيقه 88. محتاجين تماسك شويه، خطا دفاعي طبعا، ورقابه مش ما كانتش كما يجب، سمحوا اللعيب بان هو يصوب في يعني في مسافه صغيره جدا، حوالي اربع او خمس لعيبه من النادي الاهلي، كان ممكن تبقى الرقابه افضل من كده. ولكن ما بخش الدول الافريقيه فيها تطور رهيب، بقاش في ماتشات سهله زي الاول. ما هو يا خوفي هم يتطوروا واحنا واقفين. ما احنا لا، ما احنا يعني هنزعل قوي والله. لا 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 لا، ان شاء الله النادي الاهلي يكمل ونكمل بشكل كويس، احنا بنعرف نتفوق عليهم برضو الدول الافريقيه. هو ده ممكن بيحصل اكتر. نتكلم بصراحه بقى ولا هنجامل؟ لا لا نتكلم بصراحه. اتكلم بصراحه، اقول اللي جوه. قولي وانا هرد. قولي وانا هرد. بس انا لما بتكلم بتكلم. ما احنا بنتكلم افاده ان احنا كلامنا يبقى ايجابي للاعيبه النادي الاهلي حتى لو فيها سن. لا هو مش على الاهلي بصراحه، هو على المنتخب يعني. انا بشعر، ولو من حضراتكم متفق معايا ولحضرتك يعني، منتخب مصر للاسف الشديد احنا كنا هنا مثلا والباقي هنا. تمام. بقى في فرق، سوري، منتخبات هنا لو انت بعيد بقى وهي مكمله وانت ثابت. الثبات في المستوى في بعض، ان لم يكن في معظم الاحيان، فشل. حتى لو انا عندي ثبات في المستوى، وده حاصل مع منتخب مصر للاسف الشديد. لما تيجي تتكلم عن المنتخبات، وقلنا الكلام ده قبل كده، زي الجزائر وعلى فكره تونس مؤخرا والمغرب وغيره من المنتخبات اللي بجد كانت بعيده قوي عنك، لكن لما تيجي تواجهك بتبقى قلقانه. كنا بنشوف التصريحات دي زمان، كان دلوقتي الموضوع يعني بقى شبه ايكوال وفي ناس عديتها. كلام محترم. ده اللي يخوفني. ايه اللي وصلنا بقى للحاله دي؟ احنا في اوقات، انا زي ما قالت نهاوند، الثبات ممكن ما يبقاش نجاح. ما هو الثبات لازم على المستوى العالي. هو لو ما كانش ثبات على الصداره يبقى ملوش لازمه. ملوش لازمه طبعا. بالظبط، ده اللي انا بتكلم فيه. واحنا سماتنا في النادي الاهلي، ولكن المنتخب حاله خاصه. المنتخب اللي احنا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي شايف ان منتخبنا رغم كده بس منتخب قوي برضه، يعني عنده ثبات وعنده اتزان وعنده خبرات كبيره جدا. اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب بس ترجمها لي بقى بالنتائج. ما هي دي النقطه. لا ما هي كنتائج تعتبر ماشيه الى حد ما، عشان احنا لسه ما دخلناش في الجد برضه. ما دخلناش في الجد، دخلناش في والقرعه خدمتنا، خلينا منطقيين. دي حقيقه. قرعه كاس العالم خدمتنا خدمه كويسه قوي يعني. ان شاء الله اعتقد ان احنا هنعدي ونوصل يا رب. نوصل كاس عالم باذن الله.
ولكن بالنسبه ما ببصش للثبات، انا ثابت واقول انا مستوى كويس وبكسب وما اغفلش الفرق الاخرى زي ما حضرتك بتقول. طبعا الجونش اللي محسسنا بالمشاعر السلبيه دي انجاز التعبير هي فكره ان في زمن معين دايما بنتكلم احنا على 2010 ترجع لامجادك تتكلم على التاريخ كان المنتخب في حته تانية وبتقل تاني وبزخم تاني يعني صح. هل احنا بنعمل بشكل لا ارادي مقارنه بين اللي بنشوفه في الفتره الحاليه وبين الجيل الذهبي للمنتخب الاول المصري؟ زي وضع ده وضع طبيعي، ده وضع طبيعي. ليه؟ لان احنا الجيل الذهبي للمنتخب المصري احنا بنتكلم في 13 سنه تقريبا من 2010 بالظبط 13 سنه دي زي ما قالت نهاوند في فرق ومنتخبات تطورت بشكل رهيب طبقا للاعيبه المحترفين في الدول الاوروبيه بتسيب احتراف وفتح الاحتراف والدنيا بقت بالنسبه لهم كويسه قوي يعني. بس احنا كنا بنتفوق على عدد المحترفين عندنا زاد نسبيا بالمقارنه بزمان بس برضه مش بنفس الزخم الاولاني. ايوه مش بنفس الزخم الاولاني بس احنا عندنا تركيز في الانديه الكبيره، دي ميزه بقى اللي احنا كسبناها دلوقتي. نتكلم عن ليفربول، نتكلم عن ارسنال، نتكلم عن فرانكفورت بالنسبه لمرموش على لعيبتنا بقت تلعب في فرق كبيره، فرق كويسه. غير الاحتراف الايام اللي احنا كنا بنتكلم فيها من 2010 او ما قبل ما كانتش الصوره واضحه قوي بالنسبه للاعيبتنا. كانت اللعيبه اللي بتلعب في الانديه مع احترام للدول كانت دول يعني مش متميزه قوي، انما احنا دلوقتي بنتكلم على اكبر دوريات في العالم، فدي عامله فرق شويه. ولكن برضو حته الثبات، ارجع للسؤال اللي سالته نهاد، الثبات ما بقاش انا ثابت واقعد اقول انا عندي ثبات في المستوى واغفل الاخرين اللي هيعدوني زي الدول الافريقيه. احنا دلوقتي بتلعب اي دوله افريقيه تبقى عندها تماسك في ادائها، معاها مدرب اجنبي موقفهم كويس على الاقل، حتى لو كواليتي اللعيبه بتاعتهم مش احسن حاجه زينا ولكن عندهم مدربين بيشتغلوا بطريقه علميه سليمه فبتلاقيهم واقفين كويس. زي فرقه يانج افريكانز، يانج افريكانز ده زمان مثلا من 10 سنين كان يجي النادي الاهلي خمسه جوه وسته بره وعادي جدا، انما دلوقتي لا، دلوقتي ممكن ما عندهاش لعيبه مميزه قوي بس تحس بتنظيم في الاداء والاداء التكتيكي، الانضباط التكتيكي، الحاجات دي تلاقيهم هم متميزين فيها بشكل كبير قوي. كلام محترم والله. طب انا بحب ارجع للنوستالجيا قوي وعايز استغل برضو جود حضرتك لانك برضو من جيل جميل كابتن جمال، يعني اقول ايه، لا ماتشات كانت حلوه وكوره حلوه وجماهير حلوه وصحافه بتكتب ومنشطات تشدك، الوضع كان مختلف الى حد كبير جدا بصراحه. خلينا نسمع منك شويه نفس السيناريوهات دي لما كانت زمان، انا ببدا موسم والموسم ما كنتش متوفق فيه في البدايه وعندي اخطاء كتيره بس بكمل. زمان بقى كنت بتكملوا وبتوصلوا لايه ودلوقتي نتفائل ولا لا؟ لان برضو الموضوع مقلق، خلينا نتكلم بصراحه. طول ما انا في النادي الاهلي لازم ندعو للتفاؤل بمنتهى الامانه. تمام. احنا عندنا جزئيه كويسه قوي بنعرف نقول ايه، نجيب نفسنا بسرعه. الكامباك بتاعنا يعني سريع. الكامباك بتبقى سريعه. يعني احنا حصل لنا نفس الظروف دي من سنين، في سنه 92 كان النادي الاهلي فقد بطوله الدوري وما خدش، خدنا لا خدنا كاس مصر مع الكابتن اروى سلامه، كابتن صلاح حسني ربنا يديهم الصحه يا رب. وفي الوقت دوت لقوا الفرقه، حسوا ان الفرقه محتاجه شويه احلال وتجديد فجددوا. فكنت انا من ليا الشرف ان انا انضميت، وكان عمرو الحديدي ومحمود ابو الدهب وفيليكس ورضا عبد العال، كنا مجموعه ثقيله. دخلنا في 93 فبدانا نستعيد مستوانا، خدنا دوري لمده 7 سنين لحد سنه 2000. فلما بتحصل دروب بسيط النادي الاهلي بيقدر يقوم بسرعه باولاده ولاعيبته وجهازه. شوف انت الجمال ده، 7 سنين ورا بعض. بالظبط 7 سنين دوري، 7 سنين دوري. وحتى في 93 خدنا بطوله كاس افريقيا بالمسمى القديم الانديه ابطال الكؤوس. زي ما حضرتك قلت كده كان عندنا مباراه مهمه جدا، كنا بنلعب نهائي مع افريكا سبورت في سنه 93. افريكا سبورت دي كانت من الفرق الثقيله قوي في افريقيا، وكانت كسبتنا السنه اللي قبلها برضه في النهائي وخدوا البطوله مننا. ورحنا بنلعب المباراه دي في ابيجان، والمباراه دي خلصت 1-1. كان محمد عبد الجليل سجل هدف وبعد كده هم تعادلوا في نهايه المباراه في الدقيقه 42 43، وكسبنا هنا احنا بهدف عادل عبد الرحمن بضربه جزاء في استاد القاهره. استاد القاهره كان كومبليت. طبعا بالظبط. تحس بقى بقيمه النادي الاهلي في التوقيتات دي لما النادي الاهلي جماهيره كمان او بيحس ان هو محتاج جماهيره، فبتلاقي الوقفه كويسه قوي. يعني هتلاقي في مباراه بوليسداد دي، شباب بوليسداد ان شاء الله ضد برج العرب، هتلاقي عدد جماهير طبعا المسموح بيه او اللي بيسمح بيه حسب المصرح بيه في الامن، هتلاقيه كومبليت. الجماهير بتحب النادي قوي، تديهم دفعه رهيبه. ما تتاخرش، دي حقيقه ما تتاخرش. ولكن اللي ياخدني بقى في الفتره دي اكتر طبعا لمستر كولر بقى، مهم جدا جدا يعمل جزئيه عمليه التدوير دي بحساب بشكل لازم يكون
بشكل منطقي جدا بما لا يخل بأداء الفريق، في نفس الوقت ادي راحه نسبيه للعيبه لان انا داخل على بطولتين جامدين جدا. ده حضرتك بتتكلم على التغييرات ولا بتكلم على التغييرات وعمليه التدوير في اللعيبه في اثناء المباراه ولا أثناء في العموم؟ اثناء المباريات، بعد مباراه بوليزداد او بدايه من مباراه بوليزداد. في فتره قعد عرضه للانتقادات من كل الناس عشان بيعمل كده، يا اما لانه بدر بالتغيير او انه اخره او انه في اسماء ثانيه مش على هوا الجماهير فشايفه ان في اسماء اخرى هي اللي تستحق النزول. يعني كان في شيء من الاشاده لما دخل في الماتش الاخراني وقفش كمان في التوقيت اللي هو بين الشوطين، ففي ناس قالت لك طب الحمد لله هو يعني بيبدر افتخر التغيير بدري. طب انا هقول لحضرتك حاجه، مستحيل الجماهير هنجمع ان كولر هنقول مثلا في عمليه التدوير او التبديلات هو مش كويس. ليه؟ هو المدرب الوحيد او هو الاحساس الوحيد اللي بيحس باللعيب وانا محتاج التغيير في الوقت ده او مش محتاجه في الوقت ده، او عايز ادي لعيب فرصه زياده شويه ممكن يكون لعيب حاسس ان هو هيعمل له الفرق، ولكن ممكن قد تكون صواب وقد تكون خطا. الجماهير ما بتصبرش طالما ما النتيجه عكسيه. احنا النتيجه عكسيه دي تعادل بالنسبه لنا، بنعتبرها نتيجه عكسيه طبعا، ما بنتكلمش عن موضوع الهزيمه خالص دي. النادي الاهلي ما بنعترفش بالقصه دي، تعادل الدنيا بتتقلب زي ما حضرتك شفت. ثلاث مباريات دلوقتي تعادل، الدنيا مقلوبه وعندنا مشاكل، مشاكل في التغييرات، عندنا مشاكل في واجتماع مع كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن الخطيب لازم يتدخل في الوقت ده لان احنا ثلاث تعادلات في ست مباريات كتير على النادي الاهلي. طبعا مش محتاجه صبر، لازم تدخل سريع ان انا بلفت نظر المدرب لحاجه، بلفته للعيبه ممكن ما يكونش واخد باله منها كويس، بالنسبه للتغييرات التبديلات يبدا فيها التفكير ممكن يكون بدري شويه زي ما احنا بنقول، او تغيير قفشه كل الناس اشادت بيه لان هو حس ان احنا محتاجينه قوي، محتاجين بلاي ميكر. هو حرك الامور الحقيقه بالظبط، حرك الامور وحرك المهاجمين ونص الملعب. في فرق كبير، قفشه لعيب كبير وعنده وعي بشكل رهيب في الجزء الهجومي، فدي افادتنا بشكل كويس. انما انا اللي قلقان منه الجزئيه بتاعه الاجهاد. داخل على كاس العالم الانديه يوم 12 طبعا هنلعب مباريات هامه جدا جدا وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه باذن الله. يا ترى هتبقى مين بقى، الفريق النيوزيلندي ولا اتحاد جده السعودي ولا ايه؟ لا انا اعتقد اتحاد جده، اتحاد جده يعني طيب عنده تقطيع عنده 10 انا اتوقع اتحاد جده برضه عنده 10 جامد اول ماتش. فرقه قويه جدا وعندها محترفين كويس كتير. ولو اني ما اتمنهاش سيناريو لينا يعني. هو خلينا اقول حاجه، احنا لو قابلنا اتحاد جده برضه النادي الاهلي عنده من الخبرات الكبيره ان هو بيقدر يستمر في كاس العالم للانديه او على الاقل ماتشين. يعني ممكن نتكلم في بروزيه، ممكن نتكلم لو ربنا كرمنا في حاجه ابعد من كده تبقى حاجه كويسه قوي. الاداء كويس، ولكن احنا بالنسبه للاتحاد جده لا نقدر نشتغل معاهم ونقدر يعني نعمل نتيجه كويسه. ولو اوكلاند سيتي؟ لو اوكلاند سيتي طبعا تبقى احسن يعني حاجه كويسه، ولكن انا شايف اهدى شويه، اهدى بكتير يعني. انما اتحاد جده فرقه تقيله، عندهم خمس برازيليين وعندهم لعيب كويس قوي برده من المغرب هداف عبد الرزاق حمد الله. الكره الاسيويه عموما متطوره برده جدا في الفتره الاخيره، والدوري السعودي برده خلينا ما نختاروش، الدوري السعودي قوي جدا قوي جدا. لسه كان من يومين ثلاثه مباراه الهلال والنصر، مباراه كانت على اعلى مستوى، مباراه كبيره جدا ومباراه ممتازه يعني. بصراحه انا بحب اتفرج على الدوري السعودي من زمان، خاصة الماتشات ما بين الخمس فرق الكبرى. كان هلال، اهلي، يا قبل التعديلات الاخيره والصفقات الاخيره بتحب اصلا تتفرج على الدوري؟ كوره حلوه فعلا، لا كورتهم حلوه، اتطورت بشكل كبير حتى على مستوى المواطنين. يعني بالنسبه للمحترفين افادوا المواطنين بشكل كبير، دلوقتي مفتوحه بشكل جيد جدا، تحس ان هو دوري برضه ممتع تقدر تستمتع بيه. خلينا يعني نستاذنك نقف عند النقطه دي ونطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام. مرحبا بحضراتكم، حديثنا لسه مستمر مع كابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق. طيب كابتن جمال، ممكن شويه بقى نروح للدوري؟ ماشي نروح للدوري. لان البعض بقى قال لك ايه في التصريحات الاخيره، يقول لك الدوري احنا من كتر ما احنا واثقين في نفسنا، لان كمان المنافسين الاخرين والمنافس التقليدي لسه الزمالك، مش عارف ليه دايما نقول منافس تقليدي، ما نقول الزمالك في حاجه معينه، لان هو فعلا المنافس التقليدي يعني هو اصلا ترجع في الاخر يعني وتبقى اهلي وزمالك. عنده مشاكل كان في الفتره اللي فاتت، دلوقتي يستعيد تاني يعني قوته مره ثانيه، اتمنى على فكره ده يكون كمان في اسرع وقت. لكن انت ما عندكش كومبيتيتور او ما عندكش منافس صعب دلوقتي قوي برغم كل الصفقات والتطوير اللي حصل في بعض الفرق بالمناسبه، لكن انت برضو مطمن، فهل ده ممكن يؤخذ ضدنا لو ما ركزناش اكتر زي ما كنت حضرتك بتقول في البدايه الثقه الزائده؟ لا ما فيش شك طبعا، النادي الاهلي ما عندوش الكلام ده، يعني النادي الاهلي حتى لو عندنا ثقه بس الثقه عمرها ما هتوصل للغرور عشان تؤدي للطريق العكسي او تؤدي للنتائج العكسيه. لا النادي الاهلي ما فيش الكلام ده، الفرق بيننا وبين البيراميدز دلوقتي الاول فرق بونت، واحنا لا ماتش بيتاجل غير الماتشات اللي هتتلعب في الفتره اللي جايه دي، يعني احنا قريبين قوي من القمه
لو كسبنا المباراه المؤجله بتاعتنا هنبقى بالظبط هنبقى اول، ولكن النادي الاهلي دايما بيركز في البطوله دي لان بطولته المفضله الدوري. الدوري بالظبط، الدوري اللي بيحسسك انت قد ايه قيمتك كبيره وقد ايه فرقه قويه تستحق الدوري. ليه؟ لان انت بتلعب حوالي بتاع حاجه و30 ماتش يعني دلوقتي 18 17 بتلعب 34 ماتش، يعني لازم اللي بياخد البطوله هو من يستحق اداء ولعبا وكل حاجه ايا كان. فبنلعب ماتشات طويله ذهاب وعوده وبتقدر تكسب الدوري، فالنقطه دي مش في النادي الاهلي اعتقد. النادي الاهلي لما بيجي الدوري بيبقى مركز فيه كويس قوي، ولكن طبعا احنا قافلين ملف الدوري نسبيا شويه رغم ان احنا عملنا تعادلين، ولكن برضو المنافسين الاخرين احنا هنفتحه قريب برضو بالظبط زي ما قلتي حضرتك، خسروا ماتشات اتعادلوا ماتشات زينا، النادي الاهلي فقدر بعضه وانتوا مفيش مشكله. فالفتره اللي جايه دي لما النادي الاهلي يتفرغ تماما لبطوله الدوري نقدر نخلص حتى من دوري المجموعات على الاقل، كاس العالم الانديه بعديها هيبقى الدوري المصري برضه هيبقى احتكاك برضه محلي، لان احنا هنلعب اعتقد في بطوله السوبر هنلعب السيراميكا على ما اعتقد، وبعدين هنلعب نهائي مع الكسبان من فيوتشر وبيراميدز على تقريبا يعني. فدي بطوله بعد البطوله اللي جايه بتاعت السعوديه، فاعتقد ان بطوله الدوري دي لا وجه خاص النادي الاهلي وهنركز فيها كويس، والنادي الاهلي قادر ان هو يحسمها ان شاء الله. الحقيقه الفتره اللي كان فيها نادي الزمالك متعثر لاسباب كثيره الحقيقه يعني، وبضم طبعا صوتي صوت نهاوند في تفصيله ان كل الاهلاويه المنطقيين الاسوياء اكيد يتمنوا ان نادي الزمالك يرجع كما كان، عشان الفتره اللي كان متعثر فيها افقدنا كلنا جزء كبير من متعه المشاهده لماتشات الدوري. دي حقيقه مش كده برضه؟ دي حقيقه طبعا. انا الزمالك في طريقه للتعافي بصراحه يعني، واحسن قرار خدناه الزمالك دلوقتي ان موجود معاه معتمد جمال. معتمد جمال مدرب وطني ومدرب كويس وعنده خبرات عاليه جدا مع المنتخبات، فاعتقد انه واخد فرصته، ونادي الزمالك شايفه بدا يتعافى ونتائجه بدات تتظبط نسبيا، ممكن يبقوا احسن من كده، واحنا نتمنى ان شاء الله طبعا عشان الكره المصريه في الاخر تستفيد وترجع للمنتخبات طبعاً. والمنتخب يستفيد بالظبط، واحنا بنحس بمتعه الكوره طالما ما النادي الاهلي الحمد لله ماشي كويس، ونادي الزمالك بدا يتعافى وبعض الفرق الاخرى بدات. مش عايز تفوز بسهوله برضه، الفوز بالزبط. بسهوله ما فيهوش متعه قوي. لا لا ما فيهوش متعه قوي، وبعدين محليا ما هو هيكشفك خارجيا. ايوه انت ممكن ما يبقاش ليك مرايه قويه، مرايه جيده تشوف فرقتك بشكل كويس في الدوري المحلي، ممكن تبقى مرايه خادعه، ولكن انت بتلعب دوري محلي قوي ومعاك ثلاث اربع فرق بتنافس بالظبط، فرق قويه مع وجود نادي الزمالك، فهتلاقي نفسك احتكاكها الخارجي بتقدر تتغلب على الفرق القويه خارجيا. هل من ضمن العناصر اللي تسببت في تقليل نسبه المتعه فكره ان الانديه التاريخيه الشعبيه حاجه زي الاتحاد المصري كذا كذا بقى وضعهم يعني لا يرثى له، وفي المقابل اللي خد مكانهم من جهه التعبير فرق وانديه الشركات، يعني ده كان موجود برضو انديه الشركات كتيره يعني كانت موجوده غيره زمان ما كانش بالصوره، بس ما اثرتش على جماهيريه الانديه الجماهيريه دلوقتي مأثره بشكل يعني لا مأثره كبير بشكل قوي. كبير طبعا الامكانيات الماديه فرقت بشكل كبير عندهم طبعا، هم امكانيات بالنسبه لانديه الشركات عندهم امكانيات عندهم دخل بيقدر يصرف منه ان كان من شركه او من هيئه او من وزاره ايا كانت، ولكن الفرق الجماهيريه بتعتمد طبعا على المجهود الذاتي بتاعها او الاكتفاء الذاتي بتاعها، ان كان دخل من 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 عضويات، ان كان حد عنده محلات في سوق من البطولات يعني اللي بحصل عليها حاجات بسيطة، ودي مبالغ زهيده جدا بالنسبه للكوره دلوقتي وبالنسبه للاحتراف، ما يقدرش يجيب بهم اثنين ثلاث لعيبه، فعشان كده الفرق دي كلها بدات عندها مشاكل كبيره كل سنه بتعاني من اجل البقاء، بتصارع من اجل البقاء. سيطره راس المال افسدت واضرت ولا بالعكس يعني ساعد؟ لا خلينا نكون منطقيين، في ناس اتظلمت زي الفرق الجماهيريه والفرق الشعبيه فرق المحافظات، ولكن اثرت الكره المصريه بشكل كبير، ما الفرق الكبيره اللي هي ظهرت دلوقتي باستثمارات كبيره جدا برضه افادت بتعمل منافسه قويه، حتى بدليل ان هي لما بتبقى طرف لقاء ما بين اهلي وما بين زمالك لاي فرق من فرق الشركات الكبيره او الفرق الاستثماريه بتبقى مباراه قويه، بيبقى فيها كم كبير من اللعيبه، بتبقى فيها تقارب في المستوى حتى قرب في النتيجه، ولكن طبعا ممكن يكون الاهلي والزمالك بيتفوقوا طبقا لخبراتهم واستعداداتهم الجيده نفسهم الاطول ولكن لا اثرت الكره المصريه ما اضرتش بيها يعني رايي الشخصي، ممكن يكون الفرق اتظلمت الجماهيريه، ولكن دي مشاكل المفروض هم يلاقوا لها حل بشكل او باخر، يبقى عندهم لازم عندهم استثمارات عندهم دخل. بس الوضع ما كانش كده يعني، اللي انا كنت بقوله زمان كان الوضع برضو زي دلوقتي، عندك فرق جماهيريه وعندك فرق شركات، ده بيصرف وده بيعتمد على الدخل الذاتي. طيب ليه الوضع زمان كان ان انديه او الانديه الجماهيريه هي اللي ناجحه، انديه الشركات ما كانتش يعني كانت تيجي بعدها، دلوقتي لا
يعني ما هو ده اللي انا مش فاهماه. حتى وقتها كان في راس مال طبعا مع الفارق في النسب، لكن السيناريو اللي احنا بنشوفه كان موجود زمان. لكن الانديه الجماهيريه كانت حاجه تانية خالص، جماهير كانت موجوده يعني. كل حاجه كانت مختلفه، كانت موجوده وموجوده انديه شركات. ولكن الفرق دلوقتي في اسعار اللعيبه الرهيب. كان الاول لما زادت الانديه الجماهيريه تقدر. الانديه الجماهيريه عندها استثمار، عندها او طبعا احنا بنستثني النادي الاهلي، احنا منظومه لا مختلفة. احنا في حته ثانيه، احنا يعني في حته ثانيه خالص دي يعني، مع احترام الجميع الانديه طبعا. ولكن ما كانتش بالصوره دي. دلوقتي انت ممكن ياخد البادجت زمان او الموازنه زمان كانت تقدر تصرف بيها على لعيبه كبير كتير. انما الموازنه في الشركات دلوقتي او الشركات اللي حضرتك كنت بتقولي عليها، تقدر دلوقتي الموازنه ما تجيبش لعيب، ما تجيبش اتنين لعيب، ما تعرفش تصرف على اتنين لعيب. يعني كان زمان من ضمن انديه الشركات مثلا غزل المحله بالظبط، وكان حاضر بقوه بالزبط. ومنافس ورد قوي كل الفرق. لكن دلوقتي حاله عامل موجود غزل المحله، فين بقى غزل المحله؟ ما فين غزل المحله؟ عشان البادجت اللي بيتصرف على الكوره ما اقدرش انا اجاري بيه الانديه الكبيره. ده يا دوب البادجت اللي بيطلع ده ممكن 2-3 لعيبه. طب مش ممكن بقى يبقى في بديل؟ يعني مثلا يبقى الكشافين بتوعهم، يعني يبقى في عمليه جلب المواهب استثنائيه مدفونه ما حدش يعرف عنها حاجه ومش هتكلفهم حاجه. ده اللي لازم يشتغلوا عليه الانديه الجماهيريه اللي هي تطلع دلوقتي قطاعات الناشئين، تطلع لعيبه زي ما حضرتك بتقول. ان انا يبقى عندي الكشافين، عندي قطاع ناشئين، عندي رئيس قطاع ناشئين، ناس تدور على المواهب المدفونه دي وابدا اطور وابدا في الاخر افيد الفريق الاول واقدر في نفس الوقت حتى ابيع لاعب. استثمار دي والله يفتح عليك. ده الاستثمار ده السبيل طبعًا الوحيد اللي حضرتك قلته ده، مفيش سبيل تاني. ما هيعملوها ازاي؟ خلينا نمشي واحده واحده برضو كابتن جمال في الاربع دقايق اللي فاضلين، نخليهم في الملف بقى ايه؟ طيب عشان دلوقتي دلوقتي الانديه اللي هي هنقول جماهيريه ما عندهاش دخل عالي، او حتى انديه الشركات القديمه اللي ما عندهاش دلوقتي ما يسمح ان هي تعمل او تضخ مبالغ كبيره، بنطالبها عشان تطور ان هي تهتم بقاعده الناشئين. اصلا هي مش قادره تهتم بالفريق الاول عشان تهتم بقاعده الناشئين، وما عندهاش تصرف ان هي تجيب مدربين جيدين اصلا. لا تجيب المدربين موجودين، ولكن ان انا جهه الصرف لازم تبقى نمره واحد على الملاعب. لازم، لان الملاعب اللي انا بسمع وكنا بنروح مثلا واحنا وانا دلوقتي كمسؤول في نادي فيوتشر، الملاعب مشكله كبيره في الانديه دي. عايزه بادجت تاني، دي عايزه بادجت تاني خالص. الريسك بتاعها بسيط، البادجت بتاعها مش عالي. يعني انا بعمل ملاعب بشكل جيد، على الاقل اعملهم جيل صناعي. الجيل الصناعي ده بقعد ما بصرفش عليه 5-6 سنين على الاقل، ولكن مستوى المدربين هناك برضو في مدربين عينهم كويسه ويقدروا يجيبوا لعيبه كويسه. زي ما هم المحله صناعه المحله، مصنعه المحله امام عاشور، صناعه نادي المحله، يعني يقدروا يعملوا امام عاشور واحد واثنين وثلاثه. كل فين وفين بقى بيطلع لنا حد. ما هو بيطلع بس يعني. موجودين كواليتي اللعيبه موجود كتير جدا في الاماكن دي، وممكن نطلع اكتر لو في تركيز. يطلعوا محتاجه تركيز، بس في مدربين كويسين وعينهم كويسه ويشتغلوا كل حاجه، ولكن انا محتاجه بس من الاداره الاهتمام بالملاعب والاهتمام بقطاعات الناشئين شويه، مصروفاتهم تبقى معقوله، مرتبات المدربين تبقى معقوله شويه، يعني حسنوا لهم مرتباتهم، يجيبوا لهم لبس كويس. كل اللي انا بتكلم فيه ده خلي بالك حاجات بسيطه قوي، لعيب او اتنين يعوض كل المصاريف اللي انا بصرفها ممكن في 10 سنين. فريسكها مش كبير. ده اللي اقدر اشتغل. هتقولي مثلا قاعده ناشئين مقاولين مثلا، ولا قاعده ناشئين جونه ولا زاد، اكيد في فارق برضو كبير جدا. لا بالفارق محمد صلاح بالمناسبه، الفارق المقاول طلع محمد صلاح، عشان كده بقول عمال ويقدر يطلع ويقدر بس يطلع. حاليا بقى ايه؟ نادي المقاولين عنده ملاعب وعنده مدربين كويسين. قارني ده بالشركات الحاليه. بالشركات، ما هو الشركات دلوقتي عشان هو بيجي انا عايز اهتم فوق بس، معظم الشركات اللي اشتغلت دلوقتي او الاستثمارات، ولكن قطاعات الناشئين دي منجم ذهب عليه على كل نادي صحيح يهتم بيه. نهتم يعني يا ريت. دي بقى النقطه اللي هنختم بيها مع حضرتك حلقتنا النهارده، ونشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا. شكرا جدا، نورتنا كالعاده كابتن جمال والله. اشوفك قريب باذن الله، ربنا يخليك. شوف حضراتكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده 10 الصبح في الاهلي، مع السلامه.